حركه رائعه بينما يلي في المركز الثاني معاند. معاند ياتي في المركز الثاني من هجن ند الشبا، والمركز الثالث يتقدم في بطاش ايضا من هجن ند الشبا يتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع متعب ياتي في المركز الرابع. متعب يتقدم في المركز الرابع لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضم لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وياتي في المركز الخامس في هذه اللحظات يتواجد في لماح. لماح في المركز الخامس من هجن ند الشبا كذلك يندفع على المركز الخامس. المركز السادس دخول من المنتحر يتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضم رمسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز السادس المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، يضم حمد بن علي العويسي اللي هو وافي. والمركز السابع ياتي في سابع المراكز فريد ايضا من هجن ند الشبا ياتي في المركز السابع. اما ثامن المراكز فتواجد من زعفران لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز التاسع تقدم في هذه اللحظات الحنيش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضم سعيد بن عبيد الحميري، بينما المركز العاشر يتواجد في نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضم علي بن هزيم المسافري. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى مشاهدي الأعزاء في هذا المسار وفي شوطنا الثاني عشر في هذا اليوم وفي هذه الانطلاقات بداية الموسم في هذه التحديات والأثار. عودة مرة ثانية بعد إكمال العشر المراكز للمركز الأول، وهذا هو لفان يسيطر لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، يضم مسفر بن علي بن عبيد الناري الذي يتولى عملية تضميره وهو يقود المشاركين وينفرد انفراد بالمركز الأول حتى هذه اللحظات. ولكن التحرك من المركز الثاني معاند من هجن ند الشبا يتقدم على المركز الثاني بهذا الاندفاع. أما ثالث المراكز ياتينا وافي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة الشاعر حمد بن علي العويسي في تضميره. يا سلام يا سلام هذه الثلاثية الجميلة. أما المركز الرابع في بطاش من هجن ند الشبا، شوف الوصول في هذه اللحظات، وصل متعب مشاهدي الأعزاء. يا سلام هذا هو متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد الذي يتولى عملية التضمير في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. خلاص هناك العودة إلى المركز الأول. الله 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 الله، لفان مع 800 متر الأخيرة، لفان ينفرد يزيد من سرعته، ينطلق بالمركز الأول، يعلن هذا التحدي وهذا الرقص الجميل. لفان لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، يندفع في هذه اللحظات، يقود السناري اللي هو مسفر بن علي السناري، يتولى عملية تضميره. ما شاء الله يا سلام، النقطة الثانية لهذا الشعار، هذا الشعار المشارك، هذا الشعار الآتي من الدوحة من الشحانية للمشاركة في المرموم. مرحبا بالجميع. المركز الثاني هناك ثاني المراكز في متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث ياتينا معاند من هجن ند الشبا. هكذا مشاهدينا الأعزاء الثلاث المراكز الأولى، ولكن يلا يا السناري الأمتار الأخيرة، الجماعة قادمين. شوف قادم متعب وقادم معاند ومتعب، ولكن لازال اللي هو لفان خلاص أعلن الفوز، أعلن التحدي. تهانينا لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، المركز الثاني من هجن ند الشبا اللي في معاند، والمركز الثالث وصل في متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع
رابع المراكز اللي وصل فيه وافي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والمركز الخامس زعفران ياتي في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية مشاهدين العزاء، وهذا هو لفان بأداه الجميل وانطلاقه الرائع يسجل التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم في 6 دقائق و8 ثواني وستة أجزاء من الثانية. تهانينا مشاهدين العزاء من الأعماق لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني على هذا الفوز، ومشكور يا السناري مسفر بن علي السناري على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصل في معاند من هجن ند الشبا قطع المسافة في 6 دقائق 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا الناموس. بينما المركز الثالث بنشوف مع مصورنا ثالث المراكز اللي وصل في المركز الثالث اللي هو متعب قطع المسافة في 6 دقائق و10 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لسعيد بن محمد بن مروشد على الفوز بالمركز الثالث. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة هنا لشوطنا أيضا. المنطلق هو الشوط 13 في مجموعة